تحية لكم مشاهدي الأخبارية السورية أينما كنتم إلى هذه التغطية الخاصة التي نفردها لنناقش فيها البيان الوزاري، الأولويات، متطلبات المرحلة وآليات التطبيق. وسوف نناقش هذا البيان بالتفصيل مع ضيوفنا الكرام. نرحب بالدكتور حيان سلمان المحلل السياسي والاقتصادي. مرحبا بك دكتور. مرحبا حيان، أهلا بك. وينضم إلينا كذلك عبر استديوهاتنا في الإخبارية الأستاذ ناظم عيد، مدير تحرير جريدة البعث. أهلا بك أستاذ ناظم. أهلا بك. مرحبا بك. أبدأ معك دكتور حيان، كيف نظر التحديات الكبيرة في هذه المرحلة والعديد من الأولويات الأخرى بطبيعة الحال؟ بداية سيدتي اسمح لي أن أتوجه بالرحمة لشهداء الدولة السورية، توسل الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل والجرحى وإطلاق سراح المختطفين. أما بعد، نعم، البيان الوزاري استمعنا إليه عندما نوقش أمام مجلس الشعب، وهنا أنا بقناعتي يجب أن يكون هناك ترتيب الأولويات التي كنا نطرحها سابقا. الحقيقة تم ترتيب الأولويات بشكل واضح ودقيق جدا. ولو دخلنا بالبيان الحكومي بهيكله الإطاري، أنا أتكلم النظري، أول قضية كانت هي قضية واقعية، معالجة آثار الأزمة. لم يطرح طروحات، دعيني أقول بين قوسين، خيالية. وهذا تجسيدا لكلمة السيد الرئيس الجمهورية سيد الوطن عندما قال يجب أن نواجه المواطن وأن نكشف للمواطن بشفافية وأن نقول له ماذا حققنا حتى لو لم يرتقي إلى مستوى طموحه. أما النقطة الثانية هي متابعة مشاكل ومشكلات المواطن والتعامل معه بكل صدق، ومن هنا أيضا تنفيذ التوجيه سيد الوطن بضرورة التواصل مع المواطن عن طريقين، إما الطريق الشخصي إما الطريق المؤسساتي، وفتح مكاتب أيضا لتلقي شكاوى المواطنين. والنقطة الثالثة هي عبارة عن تطوير عمل كل وزارة. وأنا قبل أن آتي إلى استوديو أعرف أن هناك كتاب يسمحوا لي أن يعلن عنه بتفويض بالصلاحيات والوزارات وأن تتحمل الوزارات كامل هذه المسؤوليات. أعتقد سيتسع الوقت للحديث عنهم. من هنا أقول أن هذا البيان لم يأتي من اليوم الأول لعمل الحكومة برئاسة الأستاذ عماد خميس، إنما أتى بعد مجموعة من الإجراءات، وأيضا أذكرها وهي على مدخل الحديث، هي دعم القطاع الأساسي في الاقتصاد الوطني وهو الإنتاج الزراعي، والوصول إلى ما يدعى مزرعة الأسرة، تشكيل 6 لجان، وكان أول لجنة هي لمواجهة ما تعانيه سوريا من تقلبات سعر الصرف والإساءة للليرة السورية ودعم القطاع الزراعي وجذب الاستثمارات وغيرها. وبالتالي يمكن أن نقول أن هذه الأمور وضعت في نصابها الصحيح. فأنا أقول وبصدق وبعيد عن أي مجاملة بأنني متفائل جدا في البيان الحكومي. نعم، سوف نفصل في هذه الأولويات، لكن بالانتقال إليك أستاذ ناظم، كيف ننظر إلى الأولويات التي حددها البيان الوزاري؟ الواقع أنا أتفق مع رؤية الأستاذ الدكتور حيان أنه بيان واقعي. الحقيقة أهم ما فيه أنه ليس بيان استعراضي كما نقول أنه رفع للعتب أننا قدمنا البيان وسوف نسعى وإلى آخره. الحقيقة أستطيع أن أسميه أنه بيان أولويات واقعية، أي على طريقة من الآخر، وهذا هو المهم الآن، لأننا في حالة الحقيقة هي حالة طارئة، ونحتاج إلى دعيني أقول برامج طارئة، نحتاج إلى أدوات استثنائية تستطيع أن تنهض بهذه البرامج. أنا أرى أنه كان البيان بيان استدراكي لما هو مطلوب وفق الإمكانات، وواضح من حيثياته أنه نص بشكل صريح على توظيف الموارد، استثمار أمثل للموارد، الاستنهاض ما هو موجود بين، ليس هناك من عصا سحرية يمكن أن يقوم بها مسؤول تنفيذي الآن، لكن في الحقيقة في الآن معا يجب أن يكون لدينا شيء استثنائي على مستوى البحث عن مرتكزات النهوض، مرتكزات الاستدراك، مرتكزات أو بوابات الخروج من الأزمة على كافة المستويات. فهو بيان جاء على طريقة من الآخر بلا مقدمات، نحتاج إلى كذا وكذا وكذا، ترميم الآثار التي رتبتها الأزمة، وثانيا وهو المهم أيضا ترميم أو استدراك الخلل الذي نتج عن حالة ترهل تنفيذي. وأنا اسمحي لي أن أتحدث بها كإعلامي، وهناك شيء كثير
كان يمكن أن يصار إلى العمل عليه ولم يجري ذلك، الآن ربما هذا العبء الإضافي على الحكومة الراهنة، نتمنى لها التوفيق بأنها ستنهض وتستدرك هذه المطارح الخلل، وهذه مهمة تضاف إلى مهمتها الاستثنائية في هذا الظرف العصيب. نعم، بالحديث عن هذه الأولويات نتحدث عن الأولوية الأولى وهي ما أفرزته هذه الحرب الإرهابية لجهة الاستمرار بدعم الصمود، الأمن والمصالحة الوطنية والوفاء للشهداء والجرحى مع تلبية حاجات المواطن ضمن الإمكانات المتاحة. ماذا عن آليات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف دكتور حيان؟ إذا كنت تذكرين سيدتي توجيه السيد الرئيس للحكومة برئاسة الأستاذ عماد خميس، وكان هناك بند في غاية الأهمية هو الاهتمام بعائلات الجرح الشهداء وعائلات الجرحى، وبأنه يجب التواصل معهم وتجاوز الروتين في تلبية معاملاتهم. أقول وللأمانة التاريخية كان توجيه السيد رئيس الحكومة مباشرة بإحداث مكتب للشهداء في كل وزارة من الوزارات، وليس سرا إذا قلت قبل أن أتوجه إلى استوديو كنت في مقر عملي، فكان طلب السيد الوزير بتنفيذ هذا التوجيه مباشرة. هؤلاء الشهداء هم قديسين، هم يحتاجوا منا كل المساعدة، يجب أن نرتقي في عملنا إلى مستوى الكرم الذي أعطوه للوطن لسوريا سنديانة التاريخ التي يزيد عمرها عن 10,000 سنة. نقطة الثانية، أنا أعتقد على أن من ضحى بروحه هو ضحى بأغلى ما يملك، وبالتالي هنا كان توجيه سيد الوطن سيد الرئيس دكتور بشار الأسد بضرورة لحظ نسبة معينة من المسابقات وتقديم كل الإمكانيات المتاحة إلى عائلات الشهداء، وبأن تقدم لهم كل الإمكانيات المتاحة. أيضا أتى السيد رئيس مجلس الوزراء ووجه بضرورة تفعيل هذا الموضوع، من هنا أنا الحقيقة متفائل جدا بهذه القضية بهذه النقطة. النقطة الثالثة، تذكرين عندما ذكر السيد رئيس الوزراء في البيان الحكومي بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية، هذا أيضا أعتبره أنا من ترتيب الأولويات. وإذا دخلنا في بيان الحكومي نرى هناك توصيف دقيق لعمل كل وزارة، وإن كان السيد رئيس الحكومي ركز على أن عمل رئاسة مجلس الوزراء هو عمل تنسيقي بين الجهات. هنا اسمح لي أن أذكر مثال عملي كما ذكر صديقي العزيز أستاذ ناظم. أقول جرى اجتماع بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، اجتماع نوعي، والحقيقة تم مناقشة كل المشاكل بحضور الوزيرين وحضور حاكم مصرف سوريا السيد حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجي، وتم تناول الموضوع بكل هدوء. وقال السيد رئيس الحكومة بتوجيهاته على أنه لا تعطوني انتصارات وهمية بهذا المعنى، وإنما حقيقة، وأن نعالج كل مشكلة مشكلة. اليوم الثاني تم اجتماع مع اتحاد الفلاحين، وتم أيضا اجتماع مع وزارة الزراعة، وتم تشكيل 6 لجان متخصصة. لازم أقول نحن نسير لقهر أعداء سوريا، لقهر التحديات الماسة أمامنا. لذلك أقول أهم قضية هو أن نؤمن، دعيني أقول، احتياجات أقدس القديسين، وأقصد به الشهداء الحق الشهداء والشهداء الأحياء، وأقصد الجرحى. لذلك مطلوب منا بذل كل الجهود من أجل أن نشعرهم بأننا نسعى للارتقاء إلى كرم، على نحن لا نستطيع أن نكون مثلهم، لكن أن نسعى للارتقاء إلى مستواهم في العطاء والتضحية. نعم. وبالنظر إلى ظروف الحالية نتيجة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا وتواجهها سوريا اليوم، كذلك حدد البيان الوزاري الاستمرار بالتركيز على أعمال إغاثة، اللواء، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، النهوض بالواقع الاجتماعي، تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية والمبادرات الأهلية. أهمية هذه النقاط بالنظر إلى الظروف الحالية، ودائما نسأل عن كيفية وآلية التطبيق. أستاذ ناظم. سيدتي، أعتقد أن هذا الهدف هو هدف اجتماعي إنساني سياسي، هدف يحتاج كما هو متشعب في تقاطعاته يحتاج إلى تكامل كافة الجهود. الواقع أننا هنا أمام استحقاق ذو طابع إنساني أولا، و يحتمل الكثير الكثير من البوابات التي سندخل أو سنقاربه من خلالها، والمطلوب أن يكون هناك ترميم معنوي للرد الذي حصل نتيجة الأزمة.
لكل من هو معني بالإغاثة. هناك مهجرين، هناك من دمرت مصالحهم وبيوتهم، هجروا الحقيقة، وهي مهمة صعبة أنا يجب أن أنظر إليها من أنها مهمة مجتمعية كاملة وليست فقط مهمة حكومية. الجميع يجب أن يساهم بهذا الهدف الواقع طلعت به الحكومة خلال الفترة الماضية منفردة، إلا من بعض المبادرات التي هي مبادرات فردية غير منظمة. الآن المجتمع الأهلي، المجتمع المحلي معني بأن يجد طريقة أو آلية ما منظمة لبلورة آليات الدعم والاستدراك والإغاثة وتقديم المعونات، ويجب أن نجد آلية موازية أو تشبيك مع الآلية التي وضعتها الحكومة، وهي كما واضح من البيان رسخ جزء وافي من البيان. ما هي هذه الآليات المطلوبة أستاذ ناظم؟ المجتمع الأهلي يجب أن يجد آلية هيكلية ما على مستوى التبرعات، على مستوى إيصال هذه التبرعات عبر آليات، عبر مسارات رسمية ملحوظة مرخصة. هناك الكثير من الخيارات تدرس الواقع، لكن يجب أن يشترك المجتمع المحلي في هذه المهمة، وخاصة رجال الأعمال، قطاع الأعمال، وهو قطاع وطني. من بقي هنا أنا أصفه بأنه قطاع وطني. مقدمي الخدمات على مستوى المدن السورية كافة، والآن دعيني أضعها بين قوسين، ليسوا فقط هؤلاء المعنيين، لكن أنا أرى المطاعم، المقاهي، الكافيتريات إلى آخره هي نسبة ملاءة 100%. الواقع يجب أن يعنى هؤلاء، فنادق الخمس نجوم، السياحة، هؤلاء يجب أن يكون يتم تخصيص أو تكليف من يتلقى هذه الخدمة، وهو لو لم يكن قادرا على طلبها لما جاء إلى هذا المكان، فيجب أن يكون لديه مساهمة، وهي رمزية مقابل المدفع، المبلغ الذي يدفعه يوميا أو ربما في زيارته لهذا المكان. هي مهمة اجتماعية، قلت لك مهمة وطنية، مهمة إنسانية، مهمة نرى بأعيننا كافة، جميعا نرى بأعيننا كيف تقع هذه المعاناة بكل قسوتها على المعنيين بها. يجب أن نرمم ونتلمس جراح المجروحين من هذه الأزمة، وهم كثر على امتداد الوطن. نعم، يتحدث أستاذ ناظم، يقول هي مهمة وطنية إنسانية اجتماعية، يتحدث عن تكامل الأدوار اليوم بالنسبة للمجتمع مع الحكومة كذلك، الرؤية لتحقيق هذا الهدف النظر إلى ما تركته هذه الحرب الإرهابية من آثار اليوم على مجتمعنا. يعني سيدتي طبعا اتفق مع أستاذ ناظم، لكن أقول أن البيان الحكومي ركز بشكل واضح على ترتيب الأولويات بموجب أولويات ما أفرزته الحرب. أنا أستخدم كلمة الحرب مع وعلى سوريا، ولا أحب كلمة أزمة، لأن الأزمة ناجمة عن الحرب. ومن يريد أن يتأكد من ذلك يمكن أن يعود إلى مقارنة للمؤشرات الاقتصادية قبل 2011 وبعد 2011. يعني قبل 2011 كانت سوريا، أعتقد أستاذ ناظم يتفق معي، كانت صنفت من قبل الكثير من المنظمات الدولية بأنها من الدول الخمس الأكثر أمناً وأماناً في العالم. كان معدل البطالة 8.2%، كان معدل التضخم أقل من 9%، كان إلى آخره. أتت الحرب، لا داعي لذكر أسبابها. البيان الحكومي أعطى موضوع الإغاثة أعتقد الأولوية رقم 2، الأولوية صحيح. الأولوية الثانية على أساس النهوض أيضا بالمستوى المعيشي. من هنا دعا إلى ضرورة إعادة المهجرين، هؤلاء الذين هجروا بفعل عمل هذه العصابات الإجرامية الكافرة التكفيرية. وأنا الحقيقة لا أميز بصراحة ووضوح ومن الأخير، لا أميز بين داعش والنصرة وأحفاد الرسول وجيش الإسلام ولواء اليرموك وجيش تمتلك أيديولوجيا واحدة. أنا برأيي تختلف في طريقة الذبح، في طريقة القتل، ولا تختلف في الجوهر والمضمون. لذلك أعود الإغاثة، لكن هنا اسمحي لي أن أمرر معلومة اقتصادية، أن الإغاثة التي تدعي وتصرح مبعوثي الأمم المتحدة وغيرهم بأنهم يقدموا إغاثات ومساعدات، صدقيني باللغة الرقمية أن سوريا تقدم أكثر من 75% من قيمة هذه المساعدات، وعلى أنهم كانوا العصابات الإجرامية خاصة في ريف حلب وإدلب ودمشق يعرفون بموعد وصول هذه الإغاثات من قبل العملاء العاملين في بعض المنظمات الخارجية ويقومون بسرقتها وبيعها بالمزاد العلني. وأقول في أحد المناطق بريف
دمشق وصل سعر كيلو الرز 6000 ليره سوري من علوش زهران علوش وعصابته، كان السبب هو السيطره على الاغاثه. سوريا حتى الان اقول لك على انه اكثر من 75% من كل انواع الاغاثه والمساعدات هي عباره عن عمليه تقوم من الخزين السوري، رغم مرور 5 سنوات ونصف على هذا الموضوع. النقطه الثانيه الاليه، أنا يعني أناشد الجميع فعلا. نعم. القضية صحيح هناك قاعدة اقتصادية تقول خزينة الدولة جيوب رعاياها، لكن إذا عكست الآية جيوب الرعايا هي خزينة الدولة، يجب على كل الفعاليات أن تساهم، سواء كانت الفعاليات الحكومية أم فعاليات المجتمع الأهلي أم الفعاليات الخاصة. لا يستطيع أحد أن يبرئ نفسه، هذه مهمة وطنية. سوريا الآن تناشد جميع أبنائها في الخارج قبل الذين هم في الداخل، وأقول على أن الإغاثة والمساعدات وبدء الأعمار قد بدأت، وذكر السيد الرئيس عندما أشار إلى مشروع 66 خلف الرازي، وبالتالي أقول أن عودة هؤلاء المهجرين يجب أن يكون مع كل شبر يعود إلى حضن الوطن من قبل جيشنا، والذي سنعلن النصر قريبا على قاعدة تلاحم العضو الثلاثي بين الشعب ودرته المقدسة الجيش وقيادته، وعلى رأسها السيد الرئيس الدكتور بشار أسد. أقول هذه الأمور لا يجب عدم تركها فقط للجهات الحكومية، يجب على قطاع، يعني اسمحي لي أن أسمي اتحاد غرف التجارة يجب أن يأخذ دوره، اتحاد غرف الزراعة، اتحاد غرف السياحة، اتحاد غرف الصناعة، التجار بفعالياتهم الخاصة، المحافظات، كل الناس يجب أن تتوجه لإعادة، دعيني أقول على الأقل الابتسامة إلى هؤلاء المهجرين والمساهمة في الإغاثة، لأن هذا عمل وطني تترتب عليه كل مؤشرات غنى سوريا التي تتجسد بفسيفسائها الاجتماعي من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. لتحقيق هذا الهدف دكتور حيان، المشاريع التي نتحدث عنها، إعادة الأعمار، هذيك إعادة الأعمار بدأنا، لكن دعيني أكون واقعي كما كان البيان الحكومي واقعي. أنت تعرف بالحديث عن آليات لعمل على الأرض، عمل ميداني. نعم دعيني أن نكون واقعيين. أنا قمت بدراسة عن إعادة الأعمار، ويمكن الصديق العزيز الأستاذ ناظم طلع عليها، طلع معي أنه التكلفة 235 مليار دولار، وبدراسات السيد رئيس مجلس الوزراء ذكر على أن خسائر سوريا 6000 مليار ليرة سوري. نحن نريد أن نمشي تدريجيا. من هنا قلت واعذريني وأنا موظف حكومي أن الأمور الإغاثية يجب أن لا تترك فقط لدور الحكومة، أن لا نحمل هاي الحكومة، يا أخي خديها من باب التقرب من الله سبحانه وتعالى، زكاة أموال، زكاة عن أموال وعن الربح وعن الربحية. من هنا إعادة الأعمار سنتكلم، أعتقد سيتاح لنا الحديث عن إعادة الأعمار. إعادة الأعمار يجب أن تتحول سوريا إلى ورشة حقيقية، إلى مراكز نمو، ومن هنا كان تركيز السيد الرئيس بضرورة منع الاحتكار ومحاربة الفاسدين وبتفعيل أعمار. وقال كلمة فعلا السيد الرئيس على أن عدم الإنتاج هو فساد. لاحظي، عدم الإنتاج هو فساد. لا أريد أن أستبق الأمور، لكن أقول أن موضوع الإغاثة من أهم المواضيع التي تواجهنا، ولا أعرف إذا كان متاح لي بصراحتي أن أقول كم كان يؤلمني عندما كنت في الأردن مثلا أو في لبنان ورأيت كيف أخواننا السوريين بفعل تجار المهجرين تاجروا بهم، وكيف يعيشون في أماكن في لبنان. هل تعلمي سيدتي المنظومة التعليمية في سوريا مجانا من الحضانة حتى الدكتوراه، المنظومة الصحية، كانوا يأتوا من هذه الدول ليتعالجوا بسوريا، لا يزاودوا علينا في هذا الموضوع. على كل، لا أريد أن ألقي التهم على آخرين، موضوع الإغاثة موضوع وطني يتجاوز كونه موضوع حكومي، وبحاجة إلى تضافر جهود الجميع. أنا بقناعتي الاقتراب من الله والاقتراب من الأخلاق والاقتراب من الوطنية يتجلى بمقدار ما تقدم الآن لسوريا وفي مقدمتها موضوع الإغاثة. نعم. بالنظر إلى المرحلة الراهنة أستاذ ناظم، تحديات كبيرة وكذلك معاناة، نتحدث عن الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال والجوانب الأخرى، ضمن البيان الوزاري كانت الأولوية الثالثة تتعلق بتنشيط الدورة الاقتصادية، تحسين المستوى المعيشي، تخفيف الفقر. في البيان الوزاري كيف سيتم الوصول إلى هذا الهدف وتحقيق ما ذكرناه هو تحسين الوضع المعيشي والذي هو هم المواطن الآن؟ أعتقد أن مضامين البيان كانت واضحة وهي موضوعية جدا. لا أتصور أنه سيكون هناك ما يشبه المنح أو مجرد إعانات لتحسين المستوى المعيشي. لدينا هدف يجب أن نسعى جميعا إليه ونولف
المنظومة التنفيذية باتجاهه، وهو الارتقاء بالقاعدة الإنتاجية أفقيا الحقيقة، ونص عليها البيان الوزاري صراحة. الإنتاج عندما نحقق هذه المعادلة وننهض بها باتجاهات عمودية وأفقية، يعني أننا حللنا نصف المشكلة الاقتصادية. عندما ننتج فهذا يعني أنه بات لدينا معادل إنتاجي على مستوى النقد، فبالتالي يتحسن سعر الصرف الليرة ويتحسن القوة الشرائية. طبعا عندما ننتج يعني أننا نصدر، ويعني أننا نأتي بعائدات بالقطع الأجنبي الذي نعاني بسببه الآن. عندما ننتج يعني أننا نستغني عن الاستيراد وبالتالي نوفر القطع. عندما ننتج نحقق فرص عمل على امتداد البلاد، وهذا موضوع مهم جدا. الواقع أن وأكيد ستتحدثين أو ربما سيأتي سؤال لاحقا عن هذا الموضوع، أتصور أن المفهوم تعزيز القاعدة أو البنى الإنتاجية يجب أن لا نكبر الحجر كثيرا، يجب أن نتوخى التوسع أو النشر الأفقي لهذا النوع من التنمية، وهو تماما عبر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، رغم أنني أتحفظ على دمج المتوسطة بالصغيرة والمتناهية الصغر، لأنني يجب أن أتوخى الاعتبار الاجتماعي إضافة إلى الاعتبار الاقتصادي، وهذا يتحقق بالمشاريع المكروية. يجب أن أذهب إلى الأرياف مهما كانت بعيدة وأسس لبنى إنتاجية هناك، لا آتي بالعمالة وآتي مستلزمات الإنتاج إلى تنمية متمركزة في مدينة أو في منطقة صناعية أو مدينة صناعية أو إلى آخره. المهم جدا الآن ترميم هذا الوضع، عندما أنا أدعم الإنتاج وأحارب البطالة، بالتالي أحارب الفقر، أنشر عدالة اجتماعية حقيقية. لا يجب تجميع التوظيفات الرأسمالية في مجال الإنتاج الصناعة أو زراعة أو إلى آخره في بؤر محددة. إذن الحل بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وكان من الجميل جدا أن يركز عليها البيان الحكومي، وأتوقع أنها ستنال عناية فائقة من الحكومة. وهناك بوادر ربما يعرفها الأستاذ دكتور حيان، وبدأت الحكومة في ذلك، وإن شاء الله سنشهد في القريب العاجل ملامح. لكن سواء كان هناك سؤال حول الموضوع، أريد أن ألفت إلى نقطة مهمة جدا هنا. عندما أقول مشروع صغير مباشرة يتبادر إلى الذهن بأنني أنتظر تمويل. أنا أقترح أن يكون هناك البدء باقتراحات لأنواع المشاريع. الحقيقة هناك الكثير من السوريين لديهم الكتل المالية الصغيرة التي تتكفل بإحداث أو إقامة مشروع صغير، لكن الحقيقة ليس لديهم ثقافة الاستثمار، كيف يستثمرون هذه الكتلة؟ أنا أعتقد أنه يجب أن تبدأ الحكومة أو الجهات المعنية في الحكومة بدعيني أسميه بنك دراسات جدوى، بنك أفكار، بنك استثمار صغير إلى آخره، يعنى بخصوصية كل منطقة، ما هي الفرص المتاحة للاستثمار الصغير في هذه المنطقة. طبعا هناك خصوصيات، بما أن الجغرافيا السورية متنوعة مناخيا ومن جهات الميزات النسبية والمطلقة، يجب أن نجتهد الآن لبلورة بنك الفرص، وبالتالي مخاطبة من لديهم هذه الرساميل، الكتل الصغيرة أو كبيرة. أولا يجب أن أتعاطى مع من لديهم أموال وهي مجمدة أو محيدة أو تنفق إنفاق استهلاكي لا طائل منه. بالتالي هذه مهمة، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى مرحلة التمويل الصغير والبحث عن مصادر تمويل، رغم أنها مشكلة الآن، ويجب أن نتوخى ألا نحمل الحكومة هذا الوزر في هذا الظرف الصعب. مشكلة التمويل مشكلة هناك في المشروع الصغير، تشاركية، استعداد للعمل، ذهن اقتصادي جاهز، ورغبة
لا أن يحصل مباشرة على الكتلة المقصودة للتمويل ثم تذهب هباء منثورا. دكتور حيان، كيف سيتم أو ستتم مواجهة هذا التحدي الاقتصادي الكبير الذي هو اليوم شغل الشاغل بالنسبة للمواطن؟ نتحدث كذلك عن ضبط الأسعار، تحسين الوضع المعيشي، التحديات الكبيرة التي يواجهها المواطن السوري فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وضمن البيان الوزاري ما هي الحلول الموضوعة لمواجهة هذا التحدي؟ يعني بداية أحب أن أذكر على أن السيد الرئيس أيضا أشار في لقائه للحكومة الأولى الأول لقاء بأن الظرف غير عادي، وبالتالي مطلوب منا جهود استثنائي جميعا حقيقة، ليس فقط الحكومة. لكن إذا عدنا للبيان الحكومي، السيد رئيس الحكومة قال على أن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية الانتصار في المعركة الاقتصادية، لا يقل أهمية عن الانتصار في المعركة العسكرية. من هنا أنا بقناعتي الآن يجب أن ننطلق من الإطار النظري إلى تقديم رؤى ودراسات من أين نبدأ. بكل صراحة ووضوح لدينا تحديات، أمامنا حلين. إذا كنا نريد أن نعتمد على الخارج، أعتقد لو استطاعوا أن يقطعوا الهواء عنا لقطعوا هذه الدول المتآمرة علينا. إذا لنعتمد على مواردنا، على إمكانياتنا الذاتية. أنا برأيي كان بيان حكومي واضح وصريح، ركز على دعم قطاع الإنتاج الزراعي، وترافق هذا بآلية تنفيذ. أن تم اللقاء مع الاتحاد، مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومع الاتحاد العام للفلاحين، وترافق بإجراء عملي بتحديد مبالغ من أجل دعم مستلزمات الزراعة. هنا إذا سمحت لي أمرر معلومة، أن أمريكا واجهتها مع مطلع الألفية الحالية هو تراجع مزرعة الأسرة، ولا أخفي يعني لا أزيع سرا إذا قلت كنت في غاية السعادة عندما عرفت على أن مستلزمات الإنتاج الزراعي ستقدم مدعومة إلى الأهالي لنصل إلى مزرعة الأسرة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية لناجل إجمالي 19 تريليون دولار تعود إليها، أن الأسر تحول كل ما تملك من أرض تحوله إلى إنتاج زراعي. بالمناسبة اليابان يزرعون على سطح البيوت. البيان الحكومي لامس هذه القضية ملامسة واضحة وصريحة، ودعا أيضا البيان الحكومي إلى التصنيع الزراعي. سيدتي الفاضلة، إذا لم يكن هناك تصنيع زراعي، تشبيك زراعي، يعني مخرجات الزراعة تكون مدخلات للصناعة ومخرجات الصناعة مدخلات للزراعة، لا يمكن أن نصل إلى تحقيق القيمة المضافة التي ركز عليها البيان الحكومي. يعني كيلو البندورة بدل من أن أصدره بندورة بأسعار قليلة أحوله إلى رب بندورة، وهذا ينطبق على الغزل والنسيج وينطبق على الخضار والفواكه وعلى الاقتصاد الزراعي بنوعه الحيواني والنباتي. إذن الآلية الثانية، الآلية الثالثة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أشار إليها السيد الرئيس وذكرت أيضا في البيان الحكومي، وإعطاء قروض إلى أهالي الشهداء الأحياء. أنا أطلق عليهم الشهداء الأحياء وأقصد بذلك الجرحى، من أجل إقامة مشاريع صغيرة. أنا بقناعتي الآن، يعذرني الأستاذ ناظم وأن كنت أتفق معه، ليس ما أمامنا متسع وقت لنتناقش هل هذا مشروع صغير أم متوسط أم كبير. الآن أمامنا مهمة واحدة، كيف نعظم القيمة المضافة، كيف نحقق الربحية الوطنية. النقطة الرابعة والحقيقة طرحناها أكثر مرة وأشار إليها البيان الحكومي، هي ترشيد المستوردات وزيادة الصادرات. ترشيد المستوردات وزيادة الصادرات. زيادة الصادرات من أين؟ من المزايا أو السلع التي نمتلك نحن فيها في سوريا ميزة نسبية ونريد أن نحولها إلى ميزة تنافسية. النقطة الخامسة كآلية، تسألي وعجبني لا أجاملك هذا السؤال، نحن بحاجة إلى آليات. هي الآلية الخامسة هي توجيه الاستثمارات إلى مكانها الصحيح. أنا والله لست ضد القطاع الخدمي، لكن أقول عندما يكون الزيت والخبز والقمح بخير يا جبل ما يهزك ريح. يعني عندما سئلت كونداليزا رايس لماذا لا تمارسون ضغطا على سوريا وعلى الرئيس بشار الأسد، قال لي أنه لا يستورد القمح. أنا أقول باللهجة العامية الفلاحي، قمحاتي بخير وزيتاتي بخير يا جبل ما يهزك ريح. بدي أوجه الاستثمارات لهون، بدي أمنع متر مربع واحد ما استثمره، وبدي وصل الانتاج الى قيمته المطلقه. طبعا الانتاج مسوق وليس انتاج لتحقيق الخطه الانتاجيه. النقطه السابعه، العمل الانتاجي ليس
فقط هو مسؤولية الوزارات ذات العلاقة، هي مسؤولية الجميع. وبالتالي البيان الحكومي عندما جمع بين وزارة الري ووزارة الزراعة وبين الاقتصاد والكهرباء وبين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وشكل لجنة لأسعار الصرف، واللجنة الثانية هي لدعم القطاع الزراعي بالمناسبة، أعتقد وحدد الآلية ووضع الآلية، وقريبا إن شاء الله سنشهد تحول جوهري ونوعي في موضوع القروض الموجهة إلى المجال الزراعي. من هنا يأتي سر تفاؤلي. نعم، أبقى في ذات النقطة وهي هامة جدا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي. أستاذ ناظم، سأل قبل قليل دكتور حيان من أين يجب أن نبدأ، وأحيل هذا السؤال إليك، من أين يجب أن نبدأ حتى نحقق الإنجاز في الاقتصادية؟ كما قلت لك، يجب أن أبدأ بمسارات متشابكة تعطي نتائج مزدوجة أو ثلاثية الأبعاد. أعود وربما أكرر ذات الكلام الذي تفضل به ضيف الأستاذ حيان، القاعدة الإنتاجية لن نختلف على شكل هذه القاعدة، لكن الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. بداية الدورة الاقتصادية أستاذ ناظم، عندما يكون قويا نكون أقوياء في كل الدورة الاقتصادية. أتفق معك 100%. والمهم جدا الآن، وأتفق مع الأستاذ أيضا، يجب أن أنفض الغبار عن وسائل الإنتاج المعطلة. نحن لدينا بطالة، قوى عاملة، لكن السبب الأكبر أنه لدينا وسائل إنتاج معطلة. عندما أقول استثمار حتى كل متر مربع من الأرض المتاحة للاستثمار في الزراعة، فهذا الكلام له مغزى. نعرف، والحكومة الرجل التنفيذي يعرف، أنا والكل والفلاحين في القرى يعرفون أن هناك مساحات كبيرة مهجورة خارج نطاق الاستثمار، وهذه ثقافة. نحن الآن كمواطنين نكابر ونغرق في ثقافة زمن الانفتاح، زمن الرخاء، زمن البحبوحة. لم يعد هناك ضرورة لاستثمار هذه المساحات الصغيرة، فكان هرب الفلاح من أرضه، ليس لانعدام الجدوى، بل لأن هناك دخول كثيرة لديه من قطاعات الريعية والخدمات وإلى آخره. بالتالي هذه المكونات التنمية الحقيقية أو مولدات التنمية الحقيقية هجرت، الواقع هجرت، الآن يجب أن نعود إليها، وهذا يتطلب إعادة تشييك على ثقافة الحياة لدى المواطن الذي يتأزم لكنه لا يسعى لحماية نفسه. نحن لدينا مشكلة في هذا الجانب بالذات، ويجب أن تنتبه إليها الحكومة وتعمل عليها عبر برامج، لا أعرف كيف، ربما هناك الكثير من السبل. المواطن ينتظر من الحكومة أن تبلسم جراحه على مستوى الأسعار. كيف فعل لحماية، ماذا فعل المواطن لحماية نفسه من الجشع؟ على مستوى الفقر، ماذا فعل للخروج من برزخ الفقر؟ استسلم وينتظر الوظيفة الحكومية، فرصة العمل الحكومية، ويشتم هذه الفرصة على أساس أنها لا تعطي عائدا كافيا. نعم، لكن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن يشتغل عليها المواطن في استثمار موارده الذاتية ويحصل على نتاج كبير وجيد، في المحصلة ينصب في إطار الإنتاج الإجمالي العام في سوريا، والناتج أيضا كرقم عندما يظهر في عائداته. يجب أن يكون المواطن شريك. البرنامج الذي أعلنته الحكومة الآن، هو أنا شخصيا كمواطن أراه أنه برنامج عمل للبلاد، وكما قال الدكتور حيان، كل ما جاء في البيان الحقيقة جاء في كلمات وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد. وأنا شخصيا كمتابع وكإعلامي وأهتم بالجانب الاقتصادي كثيرا، كنت أستغرب أن السيد رئيس البلاد يهتم ويدرك ويجيد الحديث والتوجيه في هذه التفاصيل الصغيرة، وللأسف الرجل التنفيذي كان مسترخي. هذه مهمة الرجل التنفيذي، مهمة المواطن، مهمة الإعلام. الآن نحن في ورشة عمل، نحتاج إلى نشر ثقافة جديدة. دعينا نحس بالأزمة، لا يجوز الآن أن أستفز. وتحدث الأستاذ حيان عن موضوع الترشيد للمستوردات، لا يجوز أنا الآن أن أبحر في هذا البحر من السلع المستوردة وأنا في أزمة. سلع ترفية، إنفاق ترفي، بعض دعيني أسميها وفق التصنيفات السابقة الشريحة العاشرة، وهي شريحة الإنفاق الترفي الباهظ وإلى آخره. الآن يجب أن نعيد النظر بكل ذلك،
ويجب أن يكون المواطن شريك في تنفيذ هذا البرنامج. كما قلت لك المواطن يبدأ بالمواطن، بالعكس أبدأ، والمؤسسات، المجتمع الأهلي، المنظمات الرسمية وغير الرسمية، المهم أن يكون هناك تكامل في تنفيذ هذا البرنامج. وهذا يحتاج إلى ثقافة جديدة، يجب أن يأخذ يبدأ المواطن لتأخذ بيده الحكومة. نعم، نقاط هامة ذكرها الأستاذ ناظم وأريد أن أتوسع بها. يقول بضرورة وجود برامج دكتور حيان لمعالجة هذه المشكلات الحقيقية، نتحدث عن الأسعار، نتحدث عن مشكلة البطالة، عن فرص العمل، عن مواجهة التحدي الاقتصادي الحقيقي اليوم. ماذا عن هذه البرامج وطريقها إلى التنفيذ؟ يعني أنا أتفق مع الصديق العزيز الأستاذ ناظم. حقيقة كنا قبل الهواء نتكلم عن مقال منشور في الجريدة التي يديرها الأستاذ أو يعمل في إدارتها الأستاذ ناظم. أرجو ما تحس أستاذ ناظم من كلامي واختلفت حول ملاحظاتي حول المقال المنشور، لكن أعود. الحقيقة يعني تحديات اقتصادية لا حصر لها. يعني تصوري، كان الزراعة تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب مع وعلى سوريا. كنا ننتج بحدود 5 مليون طن سنويا من القمح، 4 مليون طن من القمح، 5 مليون خضار فواكه. كان لدينا 22 مليون رأس غنم. كان لدينا بحدود 38 مليار رأس دجاج. كان لدينا 1,200,000 رأس بقر. كنا منتج 385,000 برميل نفط. كان الزراعة تشكل بشكل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 40%. إذن هذه الأمور كلها تعرضت للتدمير أو للإساءة أو للضرر من قبل هذه العصابات الإجرامية. من هنا أقول على أن المزارع هو صمام الأمان. عندما يكون المزارع الفلاح بخير ومستقر، الوطن بخير ومستقر. من هنا إذن يجب أن أبدأ أو أن أسأل نفسي من أين أبدأ. بداية يجب أن أعود بدراسة واقعية وركز عليها البيان الحكومي. مساحة سوريا 185,815 كيلومتر مربع. وليعذرني القائمين على الزراعة، ليعذرني القائمون على الزراعة، أحدد ما هي مساحة الأرض الصالحة للزراعة. 2، كيف أحمي هذه الأرض من التعدي العشوائي من السكن الذي يلتهم، اعذريني على هذا المصطلح، يلتهم الأرض الزراعية. لاحظ التشابك التي دعا إليها الأستاذ ناظم، علاقة تشابكية بين كل القطاعات. النقطة الثالثة أن أخصص الدورة الزراعية، يعني في كل بلد بكل محافظة أعمل مركز نمو، في درعا الحبيبة بندورة، في الساحل الحبيب خضار وفواكه، في حمص، في حلا، في حماس الثروي الحيواني إلى آخره. من هنا أقول على أنه مسكنا المفتاح التنمو. النقطة الثانية أن أقدم القروض وأفعل المصرف الزراعي، لكن هنا أريد أن أهمس بكل بإذن كل القائمين على العمل على أن ينصفوا، على أن ينصفوا المزارعين. وأعطي مثال بسيط، في أمريكا يقدم الدعم الزراعي ويعطى للمزارعين حتى لو لم ينفذوا الخطة الانتاجية. وكما ذكرت عن اقتصاد الأسرة وكيف كان عدد العاملين في أمريكا 50% من عدد العمال من 100 سنة الآن 3%، لكن انتاجهم أكبر. إذن موضوع القروض. 3، موضوع تأمين مستلزمات الإنتاج. يعني هو أن يكون هناك نوع من التعامل مع المزارع وإعطائه نوع، وأنا أقترح إذا كان بالإمكان أن نضع صندوق تقاعدي للمزارعين، لأن المزارع من يعيش معه يحس تماما بأن هناك خوف من المستقبل. من هنا أنا أستغرب، يعني 100 متر أو يجب أن لا يترك 100 متر مربع بسوريا لا تستغل. لن أقول على الدولة أو الحكومة على أن تضع يدها على الأرض التي لا تزرع، وسأظلم أنا بهذه الحالة أن لدي أرض في قريتي لا أزرعها ولا يتسع لي الوقت، لكن أقول يجب أن تستثمرها الحكومة عن طريق جمعيات الفلاحين، عن طريق الاتحاد العام للفلاحين وإلى آخره. النقطة التي أشار إليها الأستاذ ناظم جدا تؤثر علينا سلبا هي الجمع بين الوظيفة وبين العمل الزراعي. نعم. والاتكال على أن الدولة أمنا الحنون. العمل الزراعي بكل صراحة أستاذ ناظم، إذا لم يشعر المزارع بأنه يؤمن له مستوى معيشي مقبول سيلجأ إلى البحث عن وسائل أخرى. من هنا أنا أطالب
وأرجو أن يتم دراسة العلاقة وهذا ما أشار إليه البيان الحكومي بين التكلفة من جهة وبين الأسعار من جهة أخرى، وأن نعتمد على أن تكون هناك علاقة للمهندسين الزراعيين ينزلوا إلى الأرض الزراعية ليس مقرهم بمكاتب المحافظات إلى آخره، أن نركز على المردودي. كثير من الاقتصاديين يخطئون بين الإنتاجي والمردودي، الإنتاجي للصناعة والمردودي للزراعة. طبعا ما أتكلم به عن الزراعة ينطبق تماما على الصناعة وعلى الخدمات، لكن إذا إنتاجنا الزراعي بخير نحن بخير. بحاجة إلى أن نمسك طرف الخيط ونقول هذه هي الإجراءات التي يجب أن نعتمدها من تشبيك بين الزراعة والصناعة، وأشار السيد الرئيس إليها، التصنيع الزراعي، من نشر العناقيد الصناعي. ما المانع أن نقيم مناطق زراعية على غرار المناطق الصناعية؟ ما هو المانع؟ ما هو المانع أن نوجه أكبر القروض، أكبر كمية ممكنة من القروض نحو القطاع الزراعي؟ والحقيقة لا أزيع سرا إذا قلت في اجتماع بالقيادة القطرية لحزب البعث، والتي أنا عضو يعني من حزب البعث واعتز بذلك، كشفنا بالأرقام كيف كانت أن القروض قبل عام 2010 توزع إلى أعمال الخدمات وليس إلى أعمال زراعة. يجب أن نستفيد من هذا الخطأ، وبالتالي أقول أن نركز على الزراعة والصناعة، أو إذا جمعتهما مع بعضهما الإنتاج المادي ووفق الوسائل التي ذكرتها. أستاذ ناظم، ننتقل إلى الأولوية الرابعة لعمل الحكومة وهي ما يتعلق بالبناء المؤسساتي، التنمية الإدارية، مكافحة الفساد. كيف آلية التطبيق لإنجاز هذا الإصلاح الإداري؟ والله يا سيدتي أنا أرى أننا هنا أمام المهمة الأصعب والأكثر حساسية. يجب أن نعترف ولم يعد هناك من جدوى لنختبئ وراء إصبعنا. الحقيقة حاولنا وحاولنا نقل تجارب كثيرة على مستوى الإصلاح الإداري، والإصلاح الإداري عندما نتحدث عنه يقفز إلى الذهن مباشرة موضوع الفساد الإداري. فالإصلاح الإداري مرتبط، إذا أنجزنا هذه المهمة بين قوسين الصعبة، نفلح في مكافحة الفساد الذي منشأه إداري كمسلك، كمسارات، بعيدا عن إذا كان هناك شيء منه يتعلق بالثقافة والتربية وإلى آخره. لكن عندما أستطيع أن أحصن نفسي إداريا فهذا يعني أنني أضمن بنسبة 50% أو 60% بأنني وضعت الآليات الكفيلة بإغلاق الطريق أمام مسارات الفساد. الإصلاح الإداري أيضا كما قلت لك مرتبط بكل كل كل القضايا التي نتحدث عنها متعلقة ببعضها البعض. عندما أريد أن أسوي وضع الإدارة فهذا يعني أنني بحاجة إلى علاوات. هذا ربما يكون كلام غريب. عندما أريد أن أبلور ولدينا وزارة متخصصة وتفعل وتعمل على الأرض وشبكت مع كافة وزارات الدولة، لكن حتى الآن تصطدم بالكثير من القضايا. ربما من الأفضل أن يتحدث عنها المسؤول عن ذلك لاحقا في لديكم في برنامج ما، لكن الواقع أننا أمام معضلة في هذا الموضوع. لم نستطع أن نخرج من الدوامة منذ 10 سنوات وأكثر. حاولنا توطين تجارب، استعانة بفرق متخصصة أجنبية، لكن المشكلة ليست في الشكل، ليست في الأمبلاج، المشكلة في العقلية، في الذهنية، في إرادة العمل. دعيني أقول أكثر من ذلك، في الانتماء أيضا، وهذه مهمة مهمة جدا هذه النقطة. الآن نحن في ظرف أزمة، يجب أن يوعز الضمير الوطني لصاحبه بأنه عليه أن يعمل لينقذ نفسه وأولاده والبلاد. الفساد حالة خطيرة جدا، لا يمكن مكافحة الفساد بمشروع مخصص لمكافحة الفساد، لا يمكن أن نعمل بشكل مقصود لذاته. هناك معالجة أسباب وهي كثيرة، يجب أن نعمل عليها ثم نضع الضوابط. الواقع في الشق المتعلق بالفساد، يستطيع أي أحد أن يلغي أي إجراء ويقول لا يوجد إجراء مطلوب الآن إضافة لما هو موجود لمكافحة الفساد. طبقوا القوانين فلنحاسب، نراقب صح، وبالتالي تستوي الأمور تلقائيا. لدينا مشكلة قبل ذلك يجب أن نعمل عليها، نعم هي في موضوع الإصلاح الإداري. هذا موضوع شائك وخطير وكبير، ولا أعتقد
أننا نستطيع أن ننجزه في دورة حكومية واحدة، في دورة مالية عفوا، في سنة مالية أو في سنتين أو ثلاث. برامج طويلة، لكن مهما حققنا على هذا المستوى يكون شيء جيد، ونرجو أن يتحقق لدينا الكثير خلال على يد الحكومة الراهنة. نعم، أنقل هذه الأفكار للدكتور حيان. تحدث الأستاذ ناظم عن هذه المشكلة ويقول بأنها هي المشكلة الأصعب. نتحدث عن الإصلاح الإداري وكذلك مكافحة الفساد. كيف يجب أن تكون برامج العمل لمعالجة هذه التي وصفها الأستاذ ناظم بالأصعب؟ نعود إلى الحقيقة. يعني أنا أحترم رأي الأستاذ ناظم، لكن هنا يعني قال بأن المشكلة في العقلية. أنا هنا أختلف قليلا. بقناعتي أن محاربة الفساد ليست بهذه الصعوبة، وهنا يعني أستذكر من كلمة السيد الرئيس في خطاب القسم على أن الفساد هو كبرميل مسقوب، وبرأيي بإمكاننا أن نصلح هذا البرميل. الفساد دائما، لاحظي معي، عندما نتكلم عن الفساد باللاشعور يذهب تفكيرنا مباشرة إلى القطاع الحكومي. أنا أسأل، هل يوجد فاسد في القطاع الحكومي إلا ويقابله فاسد أو أكثر في القطاع الخاص؟ صحيح. بكل بساطة، قطاع حكومي يفسد قطاع حكومي صعب، وبالتالي هي عملية متشابكة. طيب كيف أحلها؟ أحلها باللغة الرقمية وبمؤشرات، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من هنا بدي أنا أعتمد على الشفافية في المؤشرات الاجتماعية باللغة الرقمية. طيب ضمن إطار آخر، الإدارة، وزارة التنمية الإدارية، يجب أن تضع مؤشرات للفساد. يجب أن نسأل هذا الغنى الفاحش عند البعض، دعيني أقول سواء كانوا بالقطاع الخاص أم القطاع الحكومي، وأنا أنظر إلى الموضوع ضمن رؤية وطنية ولا أميز بين الخاص والحكومي، هما قطاع عام وطنيان. النقطة الثالثة التي يجب أن أضع إليها منظومة لمكافحة منظومة الفساد. لم يعد الفساد مرض بسيط، تحول إلى منظومة. هنا ألتقي مع الأستاذ ناظم، كلما أمهلنا هو ككرة الثلج، كلما تدحرجت كلما كبرت. لا أريد إذا كان لا أريد أن أقول إذا كان متاح لي أن أقول أن دائما الفاسد يريد أن يجر إلى حظيرته أكبر قدر ممكن، أكبر قدر ممكن. من هنا نحن بحاجة إلى الإعلام الاستقصائي الذي أشار إليه السيد الرئيس، وإلى الإعلام الوطني، وإلى فضح الفاسدين والمفسدين، وإلى الإشارة إليهم كما ذكر السيد الرئيس بأنهم لا يقلون خطرا عن من يوجه السلاح إلى صدر الوطن ومن يتلاعب بالأزمة. لأن ماذا يعني الفساد؟ الفساد يعني هو أن تستغل ظرف عادي لتحقيق نتائج ومآرب غير عادية، كما ظهر تجار الأزمة واستغلال منافذ التسويق، ووصلت الأمور أو لا جرعة الوطني إلى درجة أن قام بعض الفعاليات الخاصة بأخذ مئات المليارات من الليرات السورية من المصارف السورية وحولوها إلى بعض دول الجوار، ووصلت الأمور أيضا بدرجة إلى أنهم كانوا يتاجرون بالمواد حتى المدعومة. لذلك أقول الفساد منظومة لا تتوقف على القطاع الخاص، والحكومة يعني يمكن أن تعالج من هو في القطاع الحكومي، لكن هل يمكن أن نعالج من هو في القطاع الخاص؟ من هنا أعود أتفق مع أستاذ ناظم مرة ثانية، واختلفت معه بالبداية على أنه تحول إلى مشكلة، إلى أزمة تولد عوامل قوتها من ذاتها. وأخشى ما أخشى أن يكون يا أستاذ ناظم هناك شبه احتكار أو اتحاد للفاسدين والمفسدين لتوسيع الدائرة، وهذا يتطلب منا العمل جميعا في كل مواقعنا لمواجهتهم، لأن قضية الوطن والسورية أكبر منا جميعا. نعم. وذكر نقطة هامة دكتور حيان ما يتعلق بدور الأعلام أستاذ ناظم في هذه المرحلة الاستثنائية بالذات، دور الأعلام ليكون صوت المواطن وناقل لهمومه كذلك. نعم نعم، أنا لا أعتقد أنني أختلف مع الدكتور حيان في أن الفساد هو منظومة. والله أنا أرى الفساد أنه حكومة تشبه الحكومة، ولها هيكلياتها ولها أدبياتها، باتت رسخت وانتقلت العدوى كثقافة إلى ثقافة المواطن. نعم، الرجل التنفيذي عندما يكون فاسد فهو قبل ذلك مواطن، وإن لم يكن مؤهلا بثقافة فساد فهو لن يكون فاسد، لن يجبره أحد رغم كل ما يقال عن أنه مرغم على أن يكون فاسد. هذه كذبة. الفساد إذن هو نتيجة، يجب أن نعالج الأسباب الحقيقة. أنا أستطيع أن أزجر
وأستخدم إجراءات بين قوسين بوليسية لمكافحة الفساد. أستاذ ناظم، كيف نعالج الأسباب؟ يا سيدتي، يتحدث أنا أرى أنني يمكن أن أبدأ الأسباب تتعلق أسباب مادية، خلل في التعيينات الإدارية، مشكلة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة. أنا شخصيا مع أن نعود إلى القانون 48 قانون الموظفين، وأترك هذا القانون الراهن الذي المائع فيه المعايير، مائعة المعايير فيه به، لم يكن هناك واضحا أدبيات التعيين ولا معاييره، ترفيع الترقية العلاوات الحوافز إلى آخره، فهي دخلت في إطار المزاجية. هذه المزاجية عندما يأتي رجل فاسد في حلقة ما يفسد الجميع، أولا يستفزهم، ربما يدفع بهم إلى الخطأ، ربما إلى آخره. أيضا يجب أن أضع معايير، عندما أستطيع أن أوجد معايير حقيقية فأنا أقلص الفساد. هذه الأسباب. أما النتائج فيجب أن أفعل الرقابة. الإعلام هو من الجانب الثاني، هو من جانب الرقابة. أنا أستطيع أن أراقب كما تفضل الدكتور حيان الإعلام الاستقصائي، لكن صدقيني أنا إعلامي، ويعاني الكوادر التي أعمل معها في اختراق هذه المنظومة. هناك وضع صعب، هؤلاء يستشرسون جدا للدفاع عن أنفسهم. هذه مشكلة كبيرة، يجب أن نخترق هذه المنظومة. والحقيقة الإعلام معزز بقوة الحكومة، معزز بتوجيهات السيد رئيس البلاد بمكافحة الفساد والإشارة إلى مكامن الخطأ، لكن أنا أرى أنني يمكن أن ألجأ الآن إلى أسلوب، وهو استخدم في بعض الدول، أسلوب المواطن المحلف، وهكذا أكافح الفساد بشكل أفقي. الفاسد ليس فقط رجل حكومي، الفاسد قد يكون مواطن في حي، في شارع، في جمعية خيرية. يجب أن يكون هناك المواطن المحلف، يتم اختياره بدقة وعناية، وجميعنا نعرف ما هي صفات هذا المواطن، والحمد لله ليسوا قلة المخلصين في هذا البلد. يمكن أن ألجأ إليهم في مؤسسات الدولة وفي الأحياء السكنية وفي القرى، هؤلاء يشيرون إلى ما طرح، وكلامه يفترض أن يؤخذ به، ما يقدمه. وهذا مو بين قوسين عويني، هذا إنسان وطني، رضي من رضي ورفض من رفض. دعني أقول هذه الفكرة الدكتور، دعيني فقط أكمل هذه الفقرة. وهذه وصفة مجربة في الكثير من الدول وليست عيب. نحن الحكومة لا أن تصل إلى أقاصي أطراف البلاد، هناك مواطن يجب أن يكون عين للحكومة، وهذا عين لنفسه، لمصلحة نفسه، لمصلحة أتحدث بما أن الدكتور حيان معاون وزير الكهرباء، هل تستطيع وزارة الكهرباء نشر المراقبي الشبكة على امتداد المساحة الإجمالية في سوريا؟ أختصر الموضوع بأن سارقي الكهرباء وهم كثر، لأسباب تتعلق بالثقافة، تتعلق بالوضع المادي، ربما يكون هناك أي سبب. يمكن أن أختصر هذا المراقب بمواطن محلف، يبلغ وانتهى الموضوع، تعالج المسألة. في المؤسسات يبلغ عن مديره، يبلغ. هذه حلقة مهمة يجب أن نسعى لبلورتها وتوطينها، وأنا على يقين من أن النتائج ستكون إيجابية جدا، لكن شرط أن لا يتهم هذا المواطن بأنه عميل بين قوسين. الدكتور حيان لديه تعليق فيما يتعلق بمعالجة الأسباب والنتائج. فيما يتعلق بمكافحة الفساد، الحقيقة عجبتني جدا فكرة أستاذ ناظم عن المواطن المحلف، لكن أراها قليلا. يعني أستاذ ناظم، أرجو إذا توسعت شبكة المواطنين المحلفين أن يفرزوا من بينهم فئة فاسدة، لنكون واقعيين. نعم، أنا أقترح، يعني أسأل سؤال بسيط. الجهات الرقابية، وذكر الأستاذ ناظم احترامي لهذا الرأي، الجهات الرقابية، أستاذ ناظم تتفق معي على أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وعلى أن جهاز الرقابة المالية هما المسؤولان مباشرة عن رقابة الأجهزة الحكومية، يا هل ترى لمن يتبعان؟ أنا بقناعتي يجب أن يتبعان إلى جهة أخرى ليست تنفيذية. اثنين، الرقابي أستاذ ناظم نوعين، رقابي وقائي ورقابي علاجي. من هنا سأقترح اقتراح، ولن يعني لن يرضي القائمين على الأجهزة الرقابية، هو أن يكونوا ممثلين بمجالس الإدارة وباللجان الإدارية، ممثل على الهيئة المركزية، وأن نشير إلى الخطأ قبل وقوعه. وأنا اقترحت هذا الاقتراح عندما كنت مدير عام لأحدى الشركات. ثلاثة،
مشاركة الهيئة والجهات الرقابة في العقود والمناقصات. يعني إذا كنت أنا أعتمد سياسة الترقب، أنتظر حتى يتم الخطأ ثم أكيل الاتهامات، كثير من الأخطاء سيدتي تحدث فعلا بدون معرفة، وهنا يجب أن نميز بين الخطأ من جهة وبين الخطيئة من جهة. النقطة الخامسة، أنا أرى على أن يعني وهنا أستعين من كتاب باركليز مصفاح الاقتصادي، أكيد قرأه الأستاذ ناظم، كان مهمة الغرب الدول الاستعمارية أن تسعى لاختيار أناس فاسدين ومفسدين وتعينهم في مراكز قرار معين من أجل ربط الاقتصاد لدولة من الدول بمركز الغرب عن طريق عملائها، يزرعونهم زرعا، لأنه كلما ارتفع ارتقى وظيفيا الفاسد كلما كان تأثير قرارات الفاسدة أكبر وأكثر. من هنا كتاب صفحة اقتصادي وهو متاح بالأسواق يشير في العراق وفي لبنان وفي مصر وفي دول أفريقية، وكانوا أحيانا يصلون إلى مرحلة على أنهم يطيحوا بحكومات إذا لم تتجاوب مع مصالح الغرب. لذلك أقول أن منظومة الفساد عندما أحدد بالضبط أشرك الجهات الرقابية مع الفعاليات الاقتصادية يمكن أن أقلل كثيرا من حالات الفساد، لأني هنا أقدم الجهة أو الرقابة الوقائية على الرقابة التفتيشية. لا أسف بأن وقتنا قد تداركنا سريعا والكثير من النقاط لم نبحثها، لكن موضوع هام جدا قبل أن يتداركنا الوقت أستاذ ناظم، ما يتعلق بموضوع التربية والتعليم العالي، وهو موضوع هام جدا، رؤية توضيحية من خلال البيان الوزاري لموضوع التعليم والتربية. أرى أن البيان تضمن مسألة هامة جدا وهي دعم هذين القطاعين، والواقع أن الدولة لا تقصر مطلقا في هذا الموضوع، كما تفضل الدكتور حيان فنحن من الدول القليلة في هذا العالم ما زال التعليم مجانيا من الصف الأول حتى الدكتوراه. الاستمرار في هذا النهج بحد ذاته هو تحدي وهو استحقاق صعب أيضا الاستمرار به رغم ما يكلفنا، لكن من الجميل أنه خص بنص وفقرة خاصة في البيان الحكومي، وهذا إنجاز مهم أن نستمر في هذه بين قوسين النعمة الكبيرة التي نحن بها. نعم، أختم معك دكتور حيان، كيف نتطلع إلى المرحلة المقبلة خاصة بالنظر إلى ما يشغل بال المواطن اليوم بالنسبة لهمومه وتطلعاته وأماله كذلك، كيف ستكون المرحلة المقبلة؟ هل نتحدث عن عمل ميداني على الأرض بالنسبة للحكومة ودور مجلس الشعب في هذا الإطار، الدور الرقابي؟ يعني قد لا يرضي كلامي رفاقنا الأعزاء مجلس الشعب عندما أقول أنا في الكثير من المواقف والحجج التي يقدمونها لا أتفق معهم، يجب أن نشير الخطأ بالأصبع أن لا نعمم. النقطة الثانية، الحقيقة أنا متفائل عندما أرى مسؤولا بموقع السيد رئيس الحكومة وبدأ بالإجراءات العملية، وشهادة الله أنا لا أجامل في هذه النقطة، وشكل لجان متخصصة ويستمع من أصحاب الاختصاص، وأنا لا أبرئ نفسي أقول لك أساهم، ويدعو إلى مشاركة المواطن وإلى التقييم الدائم وبكل صراحة ووضوح. يعني أذكر اجتماع لسيادته قال بعد شهر سنجتمع وسنحلل وسنراقب واوا. لذلك أقول أنه عندما يستمع المسؤول إلى أصحاب الاختصاص إلى أصحاب الفكر إلى أصحاب التجربة أعتقد ستكون نتائج إيجابية. الحكومة لا يمكن كما ذكر الأستاذ ناظم أن نضع مثلا والله شرطي لكل مواطن، لا، ليتحول المواطن إلى خفير أيضا هذه طرح طوباوي، لكن ما دام هناك ترتيب للأولويات، ما دام هناك معرفة إلى أين نسير إلى أين نسير، ما دام معرفة بإمكانياتنا المتاحة وخاصة بعد صدور الموازنة 1980 مليار ليرة سوري، ما دام هناك اهتمام بالشهداء والجرحى الشهداء الأحياء أعتقد أنا متفائل سنقوم عمل ميداني على الأرض. والله بدأنا من أجل يعني التنفيذ. أقول لك والحقيقة يعني توجيهات سيد رئيس الحكومة العمل الميداني أولا وثانيا وثالثا. أذكر كلمة لسيادته في اجتماع باعتبار ذكر الأستاذ ناظم أني معاون لوزير الكهرباء، قال أن قطاع الكهرباء سيبقى القطاع الرديف لجيشنا وقواتنا المسلحة ولن يسقط هذا القطاع، وعاد وأكدها سيد وزير الكهرباء بأن هذا القطاع سيصمد. لذلك أطمئنك وأقول لك تشكلت لجان
من وزارة الكهرباء والفضل الأول لعمالنا الأبطال. نحن فقدنا 235 شهيد بقطاع الكهرباء. مهمة هاللجان شبر أرض بيعود إلى حضن الوطن، لا أقول تحرر لأن سوريا لا تقبل القسم إلا على واحد، لكن نظفت من براثن هؤلاء المجرمين تصل الكهرباء مباشرة، وهذا ما جرى في تدمر وجرى في حلب وجرى في جرمانة ومنذ فترة في ميدعاء وإلى آخره. فالكهرباء هي الرديف للجيش والقوات المسلحة، لذلك أقول أنا متفائل وأعتقد أن النتائج قريبا إن شاء الله ستعود لصالح المواطن السوري الذي أثبت على أنه مواطن استثنائي بكل معنى الكلمة على قاعدة التلاحم العضوي بين الشعب والجيش وقيادته وعلى رأس السيد الرئيس دكتور بشار الأسد. وأعتقد ما يجري الآن، وأنا أتحدث معك في حلب وكنت أتابع الأخبار الميدانية من حلب، تجعل كل شخص منا يقول حلب جراد سوريا، ويقول كل شبر في هذه الأرض سيأتي يوم ليلعن كل من تآمر على سوريا. واسمح لي بصراحتي أن أقول يلعن من يقفون في المنطقة الرمادية قبل المنطقة السوداء، لأن قناعتي من هو في المنطقة الرمادية أخطر من هو في المنطقة السوداء. للأسف وصلنا إلى ختام هذا الوقت، أشكركما جزيل الشكر ضيفينا الكريمين الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. الشكر موصول لك الأستاذ ناظم عيد مدير تحرير جريدة البعث، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الإخبارية سوريا أينما كنتم، في أمان الله.